فضيلة الشيخ، ما أفضل الأعمال التي تقدم الميت، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهما؟ أفضل ما يقدم الميت الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء للميت أفضل من كل شيء، أفضل من أن تصلي أو تصدق أو تحج أو تعتمر على الميت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا أول من صالح يدعو له في سياق الأعمال. ولو كانت الأعمال مشروعة للميت لقال أول من صالح يتصدق له أو يصوم عنه أو ما أشبه هذا، فلما عدل عن ذلك إلى الدعاء علم أن الدعاء أفضل من إهداء الأعمال. وأما قوله الصلاة عليهما فعن الدعاء، لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم.